بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، إياكم والتجارب العاطفية. الله تعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ينبغي أن تنهى نفسك عن الهوى، ولكن ماذا كشف العلماء حديثا حول هذه القضية؟ دعونا نتأمل. طبعا أيها الأحبة، هناك دراسات كثيرة أجريت تتعلق بالمراهقين، والدراسة الحديثة أثبتت أن انكسار القلب هي عملية حقيقية بمعناها الحرفي، كون القلب من أكثر أعضاء الجسم حساسية. فقد أثبت علماء من جامعة توبنغن الألمانية أن المشكلات العاطفية لا تؤثر على القلب فحسب، بل على الجسم كله، لدرجة أن عمل بعض المناطق في الدماغ، في مخ المرأة تحديدا، يتضرر بشدة بعد تجربة الانفصال العاطفية. وأكثر المناطق تضررا هي تلك المسؤولة عن المشاعر والحماس والنوم والطعام. ومع ذلك فإن يعني النساء تصبن عقب الانفصال بحالة من فقدان الشهية واضطرابات في النظام الغذائي، كما أكدت الدراسة التي نشرتها مجلة فوكوس الألمانية أن الأزمات العاطفية مشكلة قد يعاني منها كل شخص تقريبا، وبالتالي ينصحون بتجنب هذه العلاقات وتجنب ما يؤدي إلى هذه العلاقات. يعني العلاقة كيف تبدأ أيها الأحبة؟ تبدأ بالنظرة الأولى، إنها هي التي تحدد مستقبل العلاقة. فإذا حرصت على أن تتجنب هذه النظرات فإنك تتجنب الكثير من الشر. ولذلك النبي، تأملوا معي ماذا قال لسيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. سبحان الله. يعني انظروا أيها الأحبة، النبي ينهى عن النظر، والله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن هذا الدين الإسلام ألا يريد لنا الخير؟ ألا يريد لنا السعادة؟ ألا يريد أن يبعدنا عن المشاكل وانكسار القلب والمشاكل الأخرى؟ إذن أيها الأحبة، لماذا لا تتبعوا تعاليم هذا الدين؟ لماذا لا تحرصون على تنفيذ أو اتباع كل كلمة جاءت في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الإنسان إذا اتبع ما جاء في القرآن وما جاء على لسان حبيبنا عليه الصلاة والسلام سوف يكون أشد سعادة ومن أكثر الناس سعادة وطمأنينة في هذه الحياة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.